50 مليار دينار تقريبا طوال الفترة الماضية كانت هي مجموع ميزانيات الأولمبية على السنين الماضية. ما الذي حققه هذا الرقم على المستوى الإنجاز الأولمبي؟ البعض يقول إحنا صرفنا كل هذه الأموال وراحت هباء منثورة ولم نحقق شيء لحد الآن، يعني ميدالية واحدة، مشاركاتنا لا ترتقي إلى ما صرف على الرياضة العراقية. ما هو ردك؟ أولا تعرفت بعد 2003 ظروف البلد مو غير مستقرة. هذا يعني ما راح أبرر حتى يقول هذا تبرير. يعني بعد الاحتلال بعد 2003 الوضع العام غير مستقر. هذا جانب. الجانب الآخر، إحنا كميزانية تجي ميزانية الدولة للأولمبية توزع على الاتحادات الوطنية من خلال مناهج يقدموها الاتحادات الوطنية وتناقشهم لجنة من خبراء، ناس أكاديميين يملكون الخبرة والعمل الأولمبي، وأيضا هم ناس حياديين. توزع هذه الأمور المالية على الاتحادات الوطنية، والاتحادات الوطنية لديها مناهج، والمناهج هي اللي هي يعني النشاطات إذا كان داخلية والنشاطات الخارجية تعمل عليها. أما الكلام اللي يقول إنه هل قد مبلغ موجود بالأولمبية، مو الأولمبية تملك هذا المبلغ، هذا المبلغ يوزع وملزم الأولمبية توزع على الاتحادات الوطنية. نعم نعم.